للأستاذ محمود مسلم. أستاذ محمود، يعني التيار السلفي وحزب النور هدد أكتر من مرة بالانسحاب من السباق الانتخابي نظرا للكثير من المشكلات اللي وصفها الدكتور يونس مخيون، قال لك الرشوة السياسية والمال السياسي والهجوم على حزب النور، وحزب النور تعرض للطعن وللهجوم إلى آخره. شايف الهجوم على حزب النور والهجوم اللي رد عليه الدكتور يونس مخيون وقال لك احنا هننسحب، ده ممكن يأثر وممكن يكون جد فعلا؟ يعني انا ضد دايما مبدا الانسحاب. يعني انت ما دام انت قررت انك تشارك وفقا لقواعد قانونيه فما يجبش ان انت تنسحب عندما تشعر بالهزيمه. وانا شايف وممكن كنت متوقع مثلا ان النور سيتراجع بنسبه كبيره. النور في انتخابات 2012 واخد 7 مليون صوت، يعني ده رقم كبير جدا. في هذه الانتخابات تراجع طبيعي لانه أداؤه في برلمان 2012 كان دون المستوى، نوابه شابهم او يعني لحق بهم بعض الاتهامات التي يعني تتناقض مع ما يدعيه حزب النور من فضيله الى اخره اخلاق. الامر الثالث ان الاخوان والنور الاثنين لعبوا على خلط الدين بالسياسه، وهذا امر بقى بالنسبه للمصريين امر صعب. فتراجع حزب النور تراجع، وانا شفت كذا حد هدد بالانسحاب، وبيني وبينك اللي مش عارف ليه داخل انتخابات، يعني بهدد، يعني اذا لم يكن هناك تزوير ممنهج من الدوله وده لم يثبت ولم يعني احد يتحدث فيه على الاطلاق، فيبقى الانسحاب ليه؟ يعني الانسحاب فيه مشكله في القوانين. طب ما لما تخش المجلس يعني غير القوانين غير المجلس، لكن فكرة كل واحد بيلعب بيقول لا مش لاعب. يعني احنا فكرة ان الكل تواطأ، تصدير المشهد وكأن الكل تواطأ على حزب النور، مش ان حزب النور عنده مشاكل مع قواعده. لا، هو حزب النور برضو لازم نعرف ان حزب النور لما جه في 2012 بعد 2012 انقسم الى حزب النور وحزب الوطن، وده اللي قسمه الاخوان ساعتها، ثم انقسم في 30/6 ما بين تيار انحاز ل 30 يونيو وتيار انحاز للاخوان. فهو كل شويه بيتفتت. بالاضافه انا رايي ان هو لم يطور برنامجه، يعني هو شايف الناس، هو برضو اعتمد على فكره ان ياسر برهامي يطلع يقول لك لو المصريين الاحرار بيدخلوا هيغيروا الماده تم الدستور بتاعي، نفس الاليات اللي كان بياخد بيها اصوات. ما قدرش يستوعب ان المزاج السياسي المصري او المزاج الشعبي المصري بقى خلاص، يعني شبع من فكره ان الناس تقعد تستخدم الدين لحد ما توصل للمجلس، ولما توصل للمجلس تعمل صفقات وتكذب وتعمل زي ما عمل انور البلكيمي وعلي ونيسي، يعني مش 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 اداء. فهو كان لازم يستوعب هذا الامر. يعني اكتساح قائمه في حب مصر تفسير حضرتك ليه حتى اللحظه؟ يعني حتى اللحظه التفسير هي القائمه شبه المدعومه من، يعني هناك اعتقاد لدى الناس كثير من البسطاء ان هي مدعومه من الدوله ومدعومه من الحكومه، وان هي ضمه الى حد كبير كمان تجمع لمجموعه من الاحزاب. فبالتالي في شق موضوعي حقيقي ان فيها اكثر من حزب، الوفد المصري الاحرار، احزاب اخرى، اضافه الى ما يقال او ما يتردد او ما يشعر به ان هي الدوله تحبذها او تفضلها، وده اداها دفعه كبيره جدا حسمت الامر. واظن ان هي هتبقى يعني اذا صارت الامور في الجوله الثانيه، هي حسمت كمان قبل ان تبدا شرق القناه او شرق الدلتا اللي هي قناه السويس بالتزكيه عمليا، لكن تنقصها فقط بعد الحصول على 5% من اجمالي قاعده البيانات الصحيحه في الجوله. هيبقى التنافس الحقيقي والاختبار الحقيقي لها هو في القاهرة الكبرى. وبالتالي أنا ظن إن هي ستتحول شكلا إلى رمانة الميزان اللي موجودة، وأظن إن هو بعض قادتها صرحوا وقالوا إن احنا عايزين بنخطط لجمع ما بين 300-400 مقعد، لكن الاختبار الحقيقي لهذه القائمة هيكون داخل البرلمان نفسه. هل يعني ستظل متماسكة كما هي الآن أم ستتفتت وكل حزب يذهب إلى قواعده؟ التصريحات المبدئية سيعود كل حزب لمبادئه. في قضايا معينة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية نظن أن يكون هناك انقسام، فيما يتعلق بالمشروعات القومية، لكن الخلاف الحقيقي الذي أو الاختبار الحقيقي سيكون فيما يتعلق بمشروعات قوانين، أشياء تبث العدالة الاجتماعية، القوانين الاقتصادية.
هنا هل ستستطيع القائمة أن تتصرف باعتبارها تحالف سياسي واسع أم لا؟ ظن الشخص أن يعني الصورة تنبئ بأن ده مش يستمر فيما يتعلق بالاقتصاد، لكن ربما جزء من هذه القائمة أو جزء الصلب جواها الأقرب إلى تفكير الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي ربما سيستطيع جذب عدد كبير جدا من المستقلين ليس للانضمام إلى هذا التحالف، ولكن على قاعدة التصويت على برامج معينة أو قوانين معينة.